بعد ما فتح الست ختوم قال مش على طول هقول كله بهدلة بهدلة بهدلة، أديكم زي ما يكون واحد إيه راحة استراحة. إصحاح 7 ده تطمين، لأن أنا لما أقعد وأسمع اللي هيحصل في الختم الأول والختم الثاني والختم الثالث والرابع والخامس والسادس، أو طب والناس الكويسين يروحوا في الرجلين، يقول لا أنا هقول لك على الكويسين من إسرائيل ومن الأمم. الكلام ده في إصحاح إيه؟ يبقى إصحاح 7 في سفر الرؤيا بين قوسين. أول ما تدخل إصحاح 8 يقول لك ولما فتح الختم السابع، يعني اتفتح الست ختوم في 6 لغاية 6، واتفتح في الثامن السابع، ودي المحطة اللي احنا هندخل ليها. بعد هذا هيورينا بقى، يعني بعد هذا بعد الكلام اللي انا قلته اللي هيحصل، رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض. الملائكة المستعدين ان يدخلوا في الضيقة العظيمة، لان الضيقة العظيمة هتبدأ بالأبواق بتاعت الملائكة في الختم السابع. الست اخت الأوجاع، بعد كده تبتدي الضيقة العظيمة وتوصل الى اشد قوتها في الجامات السبعة. بعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين ب4 رياح الأرض، يعني كأن الله ضبط الكل، خلق لكل حاجة حاجة، في ملائكة واقفين ممسكين 4 زوايا الأرض. إيه هي الرياح؟ الشياطين الشريرة، ما الشياطين دي بتنفذ أمر الله بس بالأمر مش بأي حاجة تانية. فهنا بيقول رأيت 4 ملائكة مسكين 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض. ليه؟ لكي لا تهب ريح على الأرض، على إسرائيل، ولا على البحر الأمم، ولا على شجرة ماء باقي شعوب العالم. ورأيت من مشرق الشمس معه ختم الله الحي. مين الملاك الآخر ده؟ ده الملاك ميخائيل. الملاك ميخائيل هو رئيس إسرائيل، ودي تلاقيها في آخر آية موجودة في سفر دانيال، يتمسك معي ميخائيل رئيسكم. الملاك ميخائيل هو اللي ماسك حماية إسرائيل، الكنيسة محمية بوجود الروح القدس فيها. عشان كده طلع ملاك آخر معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض، مش الملائكة، الرياح هي اللي هتضر، بس الملائكة هي اللي تدي السماح للرياح والبحر، قائلا لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. يبقى ده الملاك الموكل بالأختام. عايز أقف دلوقتي عن عدد الأصباط. هذا العدد عدد رمزي، 144,000، يعني 12 في 12. طبعا ما هوش 144,000، لكن دول رمز. ال 12 ده رمز التعويض. الله خلق العالم في 6 أيام، والشيطان قدر ياخد 6 أيام، فلما ربنا يعوض 6 يبقوا 12، لما يعوض 6 يبقوا 12. ال 12 دي موجودة في الكتاب، يعني أورشليم لها 12 باب، 12 أساس، 12 لؤلؤة، 12 ملاك واقف، ده رقم 12 على أورشليم السمائية. فهنا لما بيجي يقولك إن إحنا هنختم عبيد إلهنا على جباههم، كلمة على جباههم يعني نعتمدهم، المختارين اللي هم مش هيسجدوا للوحش، لأن الوحش برضه هيحط السماء بتاعته على الجباه، ختم الجباه اللي هو ختم الروح القدس على الجبهة.
سمحت عدد المختومين 144 ألف مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. طبعا الفكر رمزي، بس لما نقرأ من كل سبط 12 ألف نلاحظ في حاجات حصلت. ايه هي؟ نمرة واحد، حط يهوذا نمرة واحد، مع ان يهوذا نمرة اربعة في اخواته، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، شال دان وشال افرايم، ما اوجدهمش، يبقى نمرة اتنين شال دان، نمرة تلاتة شال افرايم، نمرة اربعة حط لاوي، نمرة خمسة حط يوسف. شال اتنين وحط اتنين. لا يقصد الاشخاص، هما الايه؟ يقصد الصفات. مين المختومين من بني اسرائيل؟ نحط يهوذا. مين يهوذا؟ السبط اللي جاء منه المسيح، اللي قبله المخلص. يبقى اللي هيتختم اللي هيقبل المسيح، واللي هيرفض المسيح الدجال الانتي كرايست. دول المختومين من بني اسرائيل، دول المختومين. نمرة اتنين، شال دان لان دان هيجي منه الانتي كرايست. كلمة شال دان يعني رفض قبل يهوذا ورفض دان، وكأن بيقول نقبل المسيح ويرفضوا الانتي كرايست ضد المسيح. دان افعى على الطريق لما جه باركو، قال له دان يعني يدين شعبه، افعى على الطريق يلدع عقبي الفرس. هو مين اللي بيلدع عقبي الفرس؟ انت تسحقين عقبه، ده الشيطان اللي هيبقى يكون المملكة الدجالية من الوحش والنبي الكذاب. يبقى لما يتشال دان يعني يا بني إسرائيل شيلوا من حياتكم ضد المسيح. لما يحط يهوذا نمرة واحد اقبلوا المسيح نمرة واحد. نمرة ثلاثة، شال إفرايم. طب وش معنى إفرايم؟ لأن إفرايم هو اللي قسم الدولة لدولتين. إسرائيل كانت دولة تتكون من 12 سبط. بخطيئة سليمان وغطرسة رحبعام جي ربعام ابن نباط وهو من سبط إفرايم، قسم الدولة وخد العشر أصباط. وبعد ما خد العشر أصباط عمل لهم إله، عجل بيت إيل وعجل فدان، يعني الاثنين، وقال لهم اعبدوا ربنا هنا وبلاش تروحوا هيكل سليمان. يبقى مين المختومين اللي قبلوا المسيح؟ يهوذا. اللي رفضوا الانتي كريست دان. اللي ارفضوا العباده الوثنيه والانقسام اللي هو مين؟ افرايم. في حاجتين تاني، حط لاوي. طب ليه حطيت لاوي؟ ما حطتوش ليه في اسرائيل؟ لان لاوي في اسرائيل ما كانش يرث، لكن في الابديه لاوي هيورث، هيتحط اسمه. أنا أكون منهم جملة بعد كده. وحط يوسف لأن يوسف يعني مرعرع، يعني ينمو. وكأن أمسك الأسماء اللي اتحطت كلها ولخصها في الآتي، مين اللي هيتختن في بني إسرائيل من الأصباط؟ يهوذا اللي قبل المسيح، دان اللي رفض الأنتي كريست، أفرايم اللي رفض العبادة الوثنية والانقسام، لاوي اللي هيورث الحياة الأبدية، يوسف اللي هتكون حياته مرعرعة ومزهزهة إلى الأبد. دي الصورة الموجودة في الأسماء الـ 12.